مادة فيزياء هندسية 2 جزء الـ Vibrations and Waves، الباب الثاني Wave Motion. افترض وجود حوض به ماء، ارمي فيه حصاه، هتلاحظ تولد الموجات. الموجات دي تبدأ في الاتساع حتى تصل إلى جدار الحوض. ركز في جزيء واحد من سطح الماء المضطرب، مثلا لو وضعت قطعة فلين في الحوض، هتلاحظ إن قطعة الفلين تتحرك لأعلى ولأسفل حول نقطة ارتكاز، لكن لا تتحرك في اتجاه الحصى ولا تتحرك في اتجاه جدار الحوض. لذلك الموجة اللي بتنتقل من عند الحصى إلى جدار الحوض، لكن جزيئات الماء نفسها لا تنتقل. لما رمينا الحصى في الماء، الماء اكتسب طاقة حركة، فالطاقة هي اللي انتقلت من عند الحصى إلى الجدار، لكن جزيئات الماء نفسها لا تنتقل. العالم حولنا مليء بالموجات. النوعين الرئيسيين من الموجات هما الميكانيكال ويفز، وبتشترط وجود وسط مادي للانتشار زي مثلا موجة الماء. النوع الثاني هو الكترومغنيتيك ويفز، وهي تقدر تنتقل في الفراغ، مثال عليها الضوء المرئي. في الجزء ده هنتكلم عن الميكانيكال ويف. أي موجة ميكانيكية بتحتاج لمصدر لإحداث الاضطراب، ووسط يحتوي على عناصر ممكن تضطرب، وآلية لنقل الاضطراب. افترض وجود حبل أحد أطرافه مثبتة في حائط وأنت ماسك الطرف الآخر. حركت طرف الحبل الأعلى والأسفل، هتتكون عليه موجة تنتقل في اتجاه الحائط. لاحظ حركة نقطة واحدة من الحبل، هتلاقيه بيتحرك لأعلى ولأسفل. عندما تكون جزيئات الوسط بتتحرك بشكل عمودي على اتجاه الانتشار، بنسميها موجة مستعرضة Transverse Waves. افترض زنبرك مثبت من أحد أطرافه وحر الحركة من الطرف الآخر، قمت بالضغط ثم سحبه، هيتكون عليه تضغط يتحرك في اتجاه الحائط. لاحظ لفة واحدة من الزنبرك، هتلاقيها بتتحرك لليمين واليسار. عندما تكون جزيئات الوسط تتحرك بشكل موازي لاتجاه انتشار الموجة، بنسميها الموجة الطولية Longitudinal Waves، مثال عليها موجة الصوت. النوع الثالث هي موجة مجموعة من الموجات الطولية والموجات المستعرضة، وده بيكون موجود في Surface Water Wave. لما تكون في مياه عميقة وبتمشي فيها موجة، الجزيئات على سطح الموجة بتتحرك بشكل دائري. لو في موجة بتتحرك على حبل، النقطة P الموجودة على الحبل عند الإحداثي X والزمن T، بنعبر عن حركة النقطة P بالصيغة Y X و T، وال Y X و T دي بنسميها ال Wave Function. لو التقطت صورة للحبل، هتلاقي الموجة المتكونة عليه بشكل دالة جاذبية، بنعبر عنها بـ Y of X. الـ Y of X بنسميها Wave Form. الـ Wave Form هي شكل الموجة ككل عند لحظة معينة، لكن الـ Wave Function بتوصف حركة جزيء واحد من الموجة بالنسبة للموقع X والزمن T. مثال: افترض طابور من الأشخاص، كل واحد بياخد خطوة للأمام وبيسيب مكانه فاضي، الشخص اللي بعده بيجي يقف مكانه فبيفضى مكان جديد وهكذا. النوع ده من الموجات اسمه ايه؟ افترض مجموعة من المشجعين في استاد، كل شخص بيرفع ايده وينزلها، واللي جنبه بيرفع ايده وينزلها، وهكذا لحد اما كل الاشخاص عملوا الحركة دي حول الملعب. ما اسم هذا النوع من الموجات؟ الحالة الاولى حركة الاشخاص توازي حركة انتشار الموجة، فبنسميها موجة طولية. أما في الحالة الثانية، حركة الإيد لأعلى والأسفل عمودي على اتجاه انتشار الموجة، وبنطلق عليها اسم الموجة المستعرضة. مثال: نبضة، يعني موجة من قمة واحدة، بتتحرك في اتجاه موجة بإكس بحسب المعادلة Y of X و T بتساوي 2 على X ناقص 3 T كل تربيع زائد 1، حيث X و Y بالسنتيمتر و T بالثانية. نرسم شكل النبض عند t بصفر وواحد واتنين ثانية. عند t بصفر y of x وصفر بتساوي 2 على x تربيع زائد 1. لما تكون x بتساوي صفر، ال y هتساوي 2،
ولما الاكس بواحد وناقص واحد الواي هتساوي واحد. عند تي بتساوي واحد، واي في اكس في واحد بتساوي اتنين على اكس ناقص تلاتة كل تربيع زائد واحد. الواي بتساوي اتنين عند اكس بتلاتة وبتساوي واحد عند اكس باتنين واربعة. عند تي بتساوي اتنين، واي في اكس واتنين بتساوي اتنين على اكس ناقص ستة كل تربيع زائد واحد. الواي بتساوي اتنين عند اكس بستة وبتساوي واحد عند خمسة وسبعة. لاحظ ان اقصى قيمة للنبضة بتساوي اتنين، وان اكس ناقص تلاتة تي السالب بيعبر على ان الموجة بتنتقل في اتجاه موجب اكس، والتلاتة هي سرعة الموجة 3 سنتيمتر على الثانية. نكمل في الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة.